عقب نفيها القاطع بالوقوف وراء إطلاق الصاروخين اللذين سقطا على الجانب البولندي من الحدود مع أوكرانيا. وزارة الدفاع الروسية تنشر بياناً مفصلاً تتناول من خلاله ضرباتها المكثفة الأخيرة على منشآت حيوية هناك، تعدها على صلة بنظام القيادة والتحكم العسكري الأوكراني. وتلفت إلى أن أقصى أهداف تلك الضربات غربي البلاد كان يبعد 35 كيلومتراً عن الحدود مع بولندا. نود التأكيد على أن الضربات عالية الدقة تم تنفيذها على أهداف في أراضي أوكرانيا فحسب، وعلى بعد لا يقل عن 35 كيلومترا من الحدود الأوكرانية البولندية. خبراء المجمع الصناعي العسكري الروسي حددوا بشكل لا لبس فيه في صور الحطام الذي عثر عليه في قرية بريزيدوف عناصر صاروخ مضاد للطائرات من طراز S-300 تابع للدفاع الجوي الأوكراني. رد الكرملين جاء مرحباً بضبط النفس الأمريكي وموقف واشنطن المتأني وغير الراغب بالتصعيد وفق متابعين، فيما جدد مجلس الأمن الروسي تحذيره من مغبة استمرار الغرب في حربه الهجينة ضد روسيا بدعوى تطور الأمر إلى حرب عالمية. تنطلق روسيا في مواقفها الأخيرة من أن أوكرانيا وبولندا من أكثر دول أوروبا الشرقية راديكالية، تسعيان لإشراك مباشر لكافة دول الناتو في النزاع الدائر. الأمر في حال حدوثه قد يؤدي إلى حرب عالمية، وهو ما لا تريده روسيا بأي شكل من الأشكال. لذا فعدم رغبتها في حدوث تأزم أكبر يقف وراء وصف رد الفعل الأمريكي بالعقلاني والمعتدل. تطورات أتت بعد التصعيد الروسي الأخير الذي عده كثيرون رداً على شروط الرئيس الأوكراني المتعلقة بالتفاوض والتي وصفتها موسكو بغير الواقعية. لا يمكن لروسيا أن تتجاهل سيناريوهات التصعيد المحتملة في ظل استمرار المساعدات العسكرية لأوكرانيا بحسب متابعين، غير أنها قرأت في موقف واشنطن المستجد عدم رغبة الأخيرة بتخطي مراحل في الصراع الحاصل، وهو ما شكل بالنسبة إليها علامة جيدة. أريش محمد، سكاي نيوز عربية، موسكو.